بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا مقدمة عن قواعد البيانات وعرفنا ان اللغة الرئيسية اللي بنتعامل بيها مع قواعد البيانات اسمها ايه؟ SQL. وبدأنا مع قاعدة بيانات MySQL، وده احد انواع قواعد البيانات، وعرفنا الاوامر الرئيسية اللي من خلالها بتقدر تتعامل مع الايه؟ MySQL، زي select وانسيرت وديليت وابديت، وانت مش هتحتاج اكتر من كده في التعامل مع قاعده البيانات. الموضوع بسيط جدا، يا بتدخل بيانات يا بتحذف بيانات يا بتستخرج بيانات يا بتعمل تعديل في البيانات، مش اكتر من كده. ماشي يا جماعه؟ طيب عرفنا ازاي نكلم الداتا بيس مباشره من خلال اللغه اللي هي بتفهمها اللي اسمها اس كيو ال، والسكريبت اللي انا طبقت لكم عليه اللي هو اس كيو ال تريننج ده، تمام؟ ممكن هبعته لكم برده ان شاء الله. تقدروا تروحوا على البي اتش بي ماي ادمن عندكم وتروحوا على الهوم، انتوا اوريدي هتلاقوا الداتا بيز تيست دي المفروض باي ديفولت موجوده بس فاضيه يعني. هتفتحوا الداتا بيز تيست دي وتعملوا ايه؟ امبورت للايه؟ للفايل الاس كيو ال اللي انا هبعته لكم برده ان شاء الله. في بعض الجداول في حاجات كتير تقدروا ايه كتجربه تحذف وتعمل فيها زي ما انت ايه؟ زي ما انت عايز، تمام؟ اتعرفنا على البي اتش بي ماي ادمن وعرفنا ازاي البي اتش بي ماي ادمن بيسهل عليا الشغل، بدل ما كنت بكتب كل حاجه من الكوماند لاين، لا انا ممكن اكتبها مباشره من خلال الايه؟ البي اتش بي ماي ادمن. ماشي يا جماعه؟ فانا اوريدي كوماند لاين ما بقتش ايه استعمله، بنشا الجداول او اعدل البيانات. لو عندنا جدول اسمه احمد عايزين نعدل البيانات الخاصه بيه او صف معين، يعني عايز اعدل هنا بقى، مش هقول له بقى ابديت وير كذا، لا بضغط على اللي انا عايزه اقول له ايه؟ تعديل، او عايز احذفه بضغط هنا اقول له ايه؟ ديليت. طب انا عايز اعدل ابراهيم ده اخليه ايه؟ اغير اسمه، افتحه كده فتح لي قال لي خليه ابراهيم مثلا ثلاثة، واقول له ايه؟ خلاص جو او سيف، قال لك فعلا بتنفذ وبكتب لك الامر اللي هو استخدمه. ملاحظين يا جماعه؟ ابديت تيست دوت احمد، اسم الداتا بيز يليه اسم الايه؟ الجدول. طبعا انت في البي اتش بي مش هتحتاج كده لان انت هتكون كونكتد بالداتا بيز مباشره، فبتكتب اسم الجدول مباشره. سيت النيم بيساوي ابراهيم ثلاثه، وير الاي دي بيساوي ايه؟ اثنين. شوفي هو حدث بيانات الصف من خلال الايه؟ الاي دي اللي هو يا جماعه الايه؟ برايمري كي بتاعنا، اللي هو اهم حاجه، اهم حقل في الجدول. ولو الجدول بتاعك عايز تحط في بيانات واحد مثلا اسم واحد او الاسم يعني مفيش ايميل مفيش اي حاجه، لازم تحط له اي دي برضه عشان انت بتقدر توصل للبيانات بتاعتك من خلال الايه؟ الاي دي، لان كل اي دي لا يمكن تكرارها على مستوى الجدول زي ما قال لنا مستر كود، ويكون برايمري كي ويكون يونيك او وحيد او ايه او فريد، ولازم يكون نوت نل يعني ليس فارغا يعني. ماشي يا جماعه؟ طيب هنبدا جزء تاني خالص، خلاص ننسى الحاجات دي كلها، عايزكم تروحوا البيت بقى مع نفسكم تجربوا كل الاوامر دي والحاجات دي، وهنبدا حاجه جديده نتكلم مع البي اتش بي. انا افتح فايل بروجكت جديد لو تلاحظوا هنا بيقول لك الاصدار بتاعك، انا باي ديفولت بقول له 5 وايه؟ 3، الان في 5 و2 و5 و1 5 و3 نزله حاجات كتير جدا في الاوبجكت اورينتد بالذات، مثلا حاجه زي النيم سبيسز دي، وهنبدا ممكن نبقى ندي نبذه عنها في وقتها ان شاء الله تعالى. انا عملت ملف جديد وراح اعمل له ايه؟ بي اتش بي فايل، وباي ديفولت هسميه ايه؟ اندكس. صعب الحاجات دي صح؟ ماشي تمام، عملنا الملف بتاعنا ايه؟ فاضي. هنبدا نعرف بعض الدوال اللي احنا نسيت اقولها لكم اثناء الشرح، بسيطه جدا. اول داله عندنا داله اسمها سليب، في بعض الاوقات محتاج الصفحه تنام لوقت معين او تقف لوقت معين وبعد كده تكمل الكود، او تخلي الكومبايلر بتاع اللغه ينام شويه لمده معينه تحددها له انت بالثواني وبعد كده يرجع يكمل. يعني مثلا انا لو قلت له ايكو هالو مثلا، تمام خلاص، وبعد كده قلت له سليب، وتلاحظ ان هو اوريدي اداني الدوكيومنتيشن بتاعها سليب لمده 10 ثواني، وبعد كده ايكو ايه؟ احمد مثلا. خلاص تعال نشوف كده الصفحه ديت، عملنا ريفريش، تلاحظ انه عمل ايه يا جماعه؟ عمل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ هو دلوقتي طبعا فوق بيعد اهو، عمال يعد، بعد كده قال لك هلو احمد مره واحده. لا هو مش المفروض كان يطبع لي هالو الاول وبعد كده ينام وبعد كده يطبع احمد؟
لا مش المفروض يعمل كده. ليه مش المفروض يعمل كده؟ لانه بينفذ الحاجه دي عنده الاول في السيرفر، صح؟ وبعد ما يخلص اخر سطر في الصفحه بتاعتك بيبدا يبعت الصفحه دي على هيئه ايه؟ اتش تي ام ال للبراوزر. لذلك مع ان انا كاتب ايكو ديت قبل سليب، لا ما بعتش النتيجه ايه لوحدها، تمام؟ يبقى لازم تبقى فاهمها دي برضه. سليب بتخلي الكومبايلر بتاع اللغه يقف بس في مجال الايه؟ في الايه؟ في السيرفر سايد، صح؟ الكلاينت سايد لسه ما تبعتلوش اي بيانات. بعد ما يخلص اخر سطر في الملف بتاعه بيبدا يبعت الداتا، يبعت الهيدر بتاع الصفحه الاول ويبعت الداتا على هيئه ايه؟ اتش تي ام ال. اللي انا عايزك تعرفه كله بس ان سليب ممكن في بعض الاوقات تستعمله ان هو بتخلي الصفحه تقف لمده ايه؟ معينه. في بعض الاوقات عايز تعرض اليوزر ايه؟ يعني انت بتعمل حاجه ومتوقع انها ممكن تاخد مع الداتا بيز، فعايز اليوزر ما يملش، فممكن تقول له سليب نام لمده مثلا ايه؟ او حاجه ابسط من افضل من كده، انت بتعمل انسيرت للحاجه داخل قاعده البيانات مليون ريكورد وعايز كل 1000 ريكورد يريح شويه لمده دقيقه وبعد كده يكمل، ممكن تستعملها من خلال ايه؟ سليب. سليب دي بس بتقول للكومبايلر لا ريح شويه، خليك واقف ساكت، نام كده لمده 10 ثواني، انتظر 10 ثواني وبعد كده كمل ايه؟ شغل. يكون مثلا الداتا بيز عملت الجزء الخاص بيها وخلصته، يرجع يبعت لها بيانات ثانيه. يعني انت لو جيت تبعت البيانات دي كلها بالكميات الكبيره دي، طبعا في المشاريع اللي بتاعتكم مش هتقابلوا الموضوع، بس مطلوب منك تعرف داله ايه؟ سليب. ماشي؟ طيب بعد كده ما انا قلنا دلوقتي انت بتبعت بيانات لقاعده البيانات، وقاعده البيانات دي بتاخد البيانات دي منك بتخزنها عندها على الايه؟ في الانجن بتاعها، طيب، او في الداتا فايلز بتاعتها السيستم. البيانات دي انت عارف ان سيرفر في المشاريع الكبيره، سيرفر قواعد البيانات دي بيبقى في مكان ثاني منفصل يا جماعه، ملوش علاقه بملفات الموقع، يعني بتفصل سيرفر كامل منفصل لقاعده البيانات، وسيرفر كامل منفصل لارسال الايميلات، وسيرفر كامل منفصل للصور وللسي اس اس والجافا سكريبت، وسيرفر كامل منفصل لملفات البي اتش بي. متخيلين؟ مشروعك متقسم على 4 سيرفرات، تمام؟ فانت عايز تبعت بيانات للسيرفر وعايزه يريح شويه لغايه ما توصل للسيرفر والسيرفر يخزنها وترجع لك تاني بالداتا، فبتقدر تستعمل ايه؟ سليب. انا بس من باب الاطلاع بقول ايه؟ بقولها لك. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها ايه؟ داي. داي يعني موت. تعال نقول له كده مثلا هنا ايكو طيب داي ديت ممكن تقول له لما تيجي توقف بقى خلاص الكومبايلر ما تكملش اللي بعد كده، ممكن اقول له عباره يطبعها معايا. يعني انا لو جيت هنا قلت له داي بس تعال نجرب السطر ده الاول، ايكو هالو، طبع فعلا هالو بعدها عمل داي. طب انا ازاي استفدت ان هو عملها؟ لو قلنا له هالو ايكو مثلا احمد ونعمل ريفريش، نلاحظ انه ما نفذش ايه؟ احمد، لان انا قلت له ايه؟ داي. دي بتفيدك في ايه؟ بتفيدك في بعض الاوقات ان انت حاجه شرط معين ما لقيتوش، لا ما تكملش، مش محتاج ان انت تكمل بقى السطر، خلاص وقف له لغايه كده وابعت له رساله قول له مثلا ايه؟ بياناتك غلط او ايا كانت الداتا اللي انت بتعملها، فاهمني؟ عايز تعمل بريك للكود بتاعك من خلال ايه؟ داي. طب لو جيت في داي دي وقلت له تمام ونعمل ريفريش، ريفريش من هنا فعلا طبعا هالو طبعا هنا عايز ايه؟ لاين بريك. هالو وبعد كده عمل ايه؟ This is the end الجمله اللي انا قلت له عليها، تمام؟ دي بتفيدك في ايه؟ هناخدها بامثله عمليه. تقول له روح اتصل بقاعده البيانات، لو فشلت في الاتصال ضايع ما تكملش، بس طلع اليوزر فيل تو كونكت تو داتابيس. ماشي؟ طيب عندنا داله بعد كده اسمها اكزيت، خلاص اقول له اكزيت بس كده، خلاص اكزيت معروفه في حتى في لغات زي الفيجوال بيزك والحاجات دي، اكزيت برضو ايه معروفه، يعني تعمل اند للايه؟ للكود. تلاحظ انه عمل ايه؟ يا ما انا ضايق وقفتها خلاص، بس ما فيش احمد اصلا اوريدي، اكزيت خلاص ما كملش اصلا الايه؟ الصفحه، تمام؟ ماشي يا جماعه، عرفنا بعض الثلاث دوال المهمين بتوعنا. طيب نعمل ده كده كنظام ملاحظات لغايه هنا عشان برضو تقدروا تستفيدوا بيه، ونبدا نعمل حاجه جديده. عندنا داله مثلا خلاص اسمها سي هلو،
خلاص. والسي هالو دي بتاخد فاريبل اسمه نيم. خلاص معايا يا شباب؟ انا عملت داله اسمها سي هالو بتاخد فاريبل اسمه نيم. بعد كده بتقول له ايه بقى؟ بتطبع له ايكو ويلكم والنيم. ملاحظين انا كتبت النيم ازاي؟ عشان تبقى ايه؟ اضمن ان هي تشتغل بصوره ايه؟ صحيحه. يعني ببعت لها النيم وايا كان النيم بترجع ترجع لي جمله تقول لك ويلكم فلان. يعني بعت لها احمد تقول لي ويلكم احمد، بعت لها سيد تعمل لك ازاي نستعملها؟ طبعا بيرجع على الجزء الخاص بالايه؟ فانكشنال. اكتب له ايه بقى؟ سي اوتوماتيك ايه؟ شاف. في النيم ممكن احط فوق فاريبل مثلا النيم بيساوي احمد، وارجع هنا ايه؟ اعمل هنا سيمي كولون واعمل هنا. تعال نضغط كده عشان نطلع ده فوق تشوفوه كلكم ونشوف كده الناتج بتاعها. قال لك ويلكم ايه؟ احمد. ممكن اخدها مره ثانيه بدل ما هو نيم كده هقول له ايه؟ علي. طبعا هنا لازم اقول له ايكو تايم بريك. شايفين؟ يبقى ميزه الداله وفرت عليا كود مش هرجع كل مره اكتب ايكو. طبعا انا كود ابسط سطر، ممكن يبقى الفانكشن ديت عباره عن 50 سطر تعمل حاجه معينه، تعمل فلتره للنص، بتعمل استبدال كلمات مكان حاجه، زي المثال العملي اللي احنا خدناه اللي هو بيعمل يشوف الفايل موجود ولا لا ولا كده. فميزه الداله هي عباره عن مجموعه من الاكواد يتم دمجها داخل ايه؟ كتله اكبر اسمها ايه؟ فانكشن. تمام؟ فانكشن دي بقدر اعاده استعمالها اكتر من ايه؟ من مره. لغايه دلوقتي كده مفهوم؟ احنا عندنا لغه البي اتش بي عباره عن فاريبلز متغيرات عليها بتشيل بيانات. بعد كده الحاجه اللي اعلى منه شويه الاريز. الاريز ممكن تشيل متغيرات جواها وتشيل اريز ثانيه جواها. في ناس ما بتحبش الاريز، احنا بناخد عليها امثله برضه ان شاء الله. بعد الاريز في عند الايه؟ فانكشن، صح؟ فانكشنز دي عباره عن قال لك لا جمع شويه اكواد مع بعض وحطهم في داله. طيب لو عندنا داله ثانيه اتفضل. انا دلوقتي في الفانكشن سي هالو دي اس نيم، ماشي؟ انت قلت له ايكو ويلكم اس نيم، ينفع انا اخلي الايكو دي بره الفانكشن؟ طب هيبقى ايه لازمتها؟ عايز اخلي ما هو الفانكشن دي وظيفتها ان هي بتاخد النيم منك وتقول لك جمله معينه معاه، بتضيف لك جمله عليه. لان انا ما اقدرش انت لو شلتها كده. طيب شيلها كده وبعد كده ايه الداله هتعمل لك ايه؟ ايكو ويلكم احنا هيطبعها لك ويلكم ويلكم نيم. طب انت هنا اديته النيم؟ ما اديتوش النيم. تعال نعمل هنا كده قال لك ويلكم، هو ما فيش نيم، ما خدش منك بيانات. ما ايكو مباشره دي ما هتاخد منك بيانات ازاي؟ لازم الفانكشن ميزتها يا جماعه بتخلي اليوزر تقدر تاخد منه بيانات وتتعامل معاه، لكن لو كتبتها مباشره لازم النيم ده. طب النيم ده هيجي لك منين؟ تمام؟ يعني بعد كده النيم ده ممكن يجي لك بقى من الداتا بيز، يدخل جوه على الفانكشن وبعد كده الفانكشن ترجع له الايه؟ الداتا اللي هو عايزها. ماشي يا جماعه؟ لغايه دلوقتي كده في مشكله؟ احنا ماشيين اهو بنراجع على كل شغلك. طبعا مش كل شغلك، في حاجات ممكن تعملها بره فانكشنز، بس اغلب شغلك هيبقى عباره عن فانكشنز. يعني ما ينفعش من بره الفانكشن هادي حاجه. ينفع امتى يا جماعه؟ مش احنا قلنا فاكرين الجلوبال؟ لو عندي النيم ده هنا النيم بيساوي كده تمام، وبعد كده عملت جلوبال جلوبال كذا جوه البتاع هقدر اغير في اللي بره. لكن الفاريبلز اللي داخل فانكشن اسمها ايه؟ برايفت سكوب. يعني ايه برايفت سكوب؟ يعني ايه؟ يعني لوكال ما بيقدرش بره الفانكشن ما يقدرش يشوفها، وهي ما تقدرش تشوف ايه اللي بره. عشان اخليها تشوف ايه اللي بره بستعمل لها الفاريبل اللي اسمه ايه؟ جلوبال. تمام؟ والتعامل مع الجلوبال لازم يكون حذرين فيه جدا، لان انت بتغير بيانات في حاجات ثانيه كتير. خلاص؟ ماشي يا جماعه؟ طيب خلينا الليكت النيم ده خليه زي ما هو. نعمل فانكشن ثانيه. طيب ماشي. اثنين وثلاثة هقول لك فانكشن بتعمل ايكو ويلكم مثلا. خلي مثلا ايه؟ ان في فار ثاني اسمه فار 2 بيساوي ويلكم الايه؟ للنيم. بعد كده ايكو تريم للايه؟ للفار 2 ده او فار 2. ادي فانكشن ثانيه جواه. تمام؟ ممكن بعد كده اقول له لا اس تي ار ريبليس ويلكم بهالو. ايا كان حسب اللغه بقى، لو الراجل كتب له النيم واللغه عربي بدل ما ويلكم يقول له اهلا.
احط جواها اي حاجه بنفس الشكل كده اهي، ادي داله تانيه جواها، وبعد كده بطبع التريم بتاعها بحيث ان عامل التريم ليه، حتى لو الليزر عمل هنا بتاع ما فيش اي مشكله معايا. قال لك فعلا ويلكم احمد ويلكم علي، حتى لو هو دخل احمد ده كده مثلا، ونجرب علي نخليه كده ونشوف تريم هل تتنفذ عليه ولا لا. نفذها لي، عمل لي المسافه واحده بس لغى لي جميع الايه المسافات الثانيه عشان داله التريم نفذت على الكود بتاعي. ماشي يا جماعه؟ مفهوم يا جماعه؟ شباب في حاجه في الموضوع ده؟ موضوع بسيط صح؟ طيب تعالوا هنا كده قول فانكشن ثانيه خلاص اسميها سي جود باي، او خلينا بقى ايه سلام، تقول السلام عليكم كده بحيث حاجه تعبر عن هويتنا، وهنا ايه النيم برضو تمام. وبعد كده بفتح القوس بتاع الفانكشن واقول له ايه ايكو وهنا يطبع له النيم كده، ونعمل سيمي كولون خلاص. وبعد كده اقول له ايه سلام تمام، والنيم هنا هتحطه ايه ابراهيم خلاص. فعلا قال لك السلام عليكم ابراهيم. اوقات بتلاقي مرحبا بك يا فلان مثلا، ممكن تبقى موجوده جوه داله بتاخد الاسم ده، مجرد ما اليوزر سجل في الداتا بيز بتعمل كوكي او سيشن باسمه عندك، تروح تقرا السيشن دي وتاخدها تقول له ايه ترجعها باسمه، مرحبا بك يا فلان اخر زياره ليك كانت في وقت كذا وكذا. ماشي يا جماعه؟ طيب هل في محتوى او حاجه تانية ممكن تحتوي على فانكشنز جواها؟ ما احنا دلوقتي عرفنا في فاريبل صح؟ الفاريبل ده جواه فاليوز معينه، سواء كانت سترينج انتجر ايا كانت نوع الداتا تايب بتاعها صح؟ وعرفنا بعد كده الاريز، بعد كده عرفنا ان الفانكشن ممكن تحتوي بقى على فانكشن جواها، ممكن تحتوي على اريز، ممكن تحتوي على فاريبلز. طب انا عايز اجمع اكتر من فانكشن في كتله واحده واكلمهم من خلالها. قال لك اه في الكتله اعلى من كده حاجه اسمها ايه؟ كلاس. تمام؟ كلاس دي بتتعمل ازاي؟ بقول له كلاس سي ال اس اس، زي ما اكتب له كلمه فانكشن في ريزيرفد وورد داخل البي اتش بي، تحجز لي اسم الكلاس زي ما تقول له فانكشن كذا واسم الكلاس. طيب لما اجي اكتب اسم الكلاس، الستاندر بيقول لك يفضل ان اول حرف في الكلاس بتاعته يكون ايه؟ كابيتال. تمام؟ يبقى كلاس ما ايه؟ جريت مثلا. خلاص؟ وبعد كده بتفتح قوس الكلاس بتاعك وتقفله بهذا الشكل، يبقى انت كده عملت كلاس. طيب انا هاخد الفانكشنز دي واحطها جوه الايه؟ كلاس دي. وبدل ما هي نيم دلوقتي مؤقتا تمام؟ خلينا نبدا الكلاس دي في ملف جديد عشان خلينا الملف ده كده عشان يبقى وصل للمرحله دي، تقدروا تتذكروه زي ما هو تمام. ونبدا ملف بي اتش بي جديد هنسميه ايه كلاس. ليه؟ عشان انت اللي عايزين تذاكروا ده. في الملف ده عملت ايه؟ كلاس كريت تمام بهذا الشكل كده، انا عملت كلاس. كلاس دي جواها ايه؟ دوال. اول داله مثلا هقول له داله فانكشن، يعني كلاس ممكن تحتوي على اكتر من ايه؟ من داله. سي هالو برضه خلاص؟ كتابه الداله فيها مشكله؟ تلاحظوا ان اوريدي بينظم لي الكود بطريقه تلقائيه عشان يبقى الكود بتاعي ايه؟ مقروء. سي هالو دي هقول له ايه؟ ايكو انسايد كلاس. في مشكله في الموضوع ده؟ طب ازاي استعملها كلاس؟ ازاي هبدا استعمل كلاس بتاعت في الفانكشن بكتب اسم الفانكشن؟ يعني هل لو قلت له جريد مثلا كده جريد وعملت له ايه؟ عملت له كده مثلا وكده نشوف كده، ومش معترض عليه بيقول لي مفيش ايرور، تعال نشوف كده. دبل اي عشان انا كنت الاول عملت لها ايه؟ قال لك ايه؟ كول اندفايند فانكشن اسمها جريد، اعتبرها انها ايه؟ فانكشن، ما اعتبرهاش انها كلاس. طب ازاي بعرف الكلاس؟ او ازاي بنعمل استنشيت؟ يعني بانشئ سكوب معين من الكلاس. الكلاس ده يا جماعه عباره عن تمبلت. يعني ايه تمبلت؟ يعني اسطمبه، وبتبدا تاخد منها نسخ زي ما انت عايز.
طب اخد من الكلاس دي نسخه ازاي؟ بقول له متغير عاده، متغير اسمه اي دي اس اي دي اس ايا كان اللي كتب، بيساوي ايه؟ نيو، واكتب اسم الكلاس اللي انا عايزها. اوتوماتيك هندور على جريت، هنلاقي فعلا جريت ايه؟ جريت ايه موجوده عندي. بقول له اسم الفاريبل بتاعي، تعالى نحذف ده، فاريبل عندي من نوع معين هنقول عليه دلوقتي، بيساوي نيو نسخه جديده من الكلاس اللي اسمها ايه؟ جريت. فيها مشكله في الموضوع ده؟ فيها مشكله؟ طيب تعالى نعمل كده، ننفذ الصفحه ديت شغال تمام، ما ادانيش اي ايه؟ اي ايرور. معناها ان هو راح في الذاكره وخد نسخه طبق الاصل من الكلاس اللي اسمها جريد ديت وحطها لي جوه فاريبل اسمه ايه؟ اسمه اي دي اس. طب انا عايز ابدا اتعامل معاه، عايز ابدا اخش على الفانكشنز الداخليه اللي جوه الاي دي اس ده دلوقتي، اقول له ايه بقى؟ اقول له الاي دي اس، اي دي اس الفانكشن اللي اسمها ايه؟ سي. شوف مجرد ما كتبت اس اوتوماتيك الايكليبس ايه؟ عرفها، لانه راح قال لك ان الجريت الاصليه جواها فانكشن اسمها ايه؟ سي هلو. اوتوماتيك المتغير الجديد ده ورث الكلاس الايه؟ الرئيسيه، وتبدا تطبع الفانكشن بتاعها. اقول له اوكي انا عايز السي هلو فيها، تمام؟ واقول له كده. ده المفروض يعمل لي ايه يا جماعه؟ هلو فروم انسايد ايه؟ تعالى كده نعمل فيش، قال لك هلو فروم انسايد ايه؟ كلاس. يعني راح على الداله دي نفذها، كاني كانت الداله دي بره وقلت له سي هلو، نفذ لي الداله اسمها سي هلو. تاني ممكن مثلا، ما هو ده مثل حقيقي اهو. الكلاس عباره عن كتله معينه يمكن ان تحتوي على اكثر من ايه؟ من فانكشن. اه بالظبط، وممكن اعمل منها اكثر من نسخه، بمعنى ان انا ممكن اقول له متغير تاني، اسف، اسمه محمود، محمود ده بيساوي نسخه جديده من الكلاس اللي اسمها ايه؟ جريد. خلاص؟ وبعد كده اقول له محمود اطبع لي او نفذ لي شرطه اكبر من، نلاحظ في الاريز بنعمل ايه؟ يساوي اكبر من، هنا بنعمل ايه؟ شرطه. خش لي جواه، خش لي جواه، عايز تنفذ ايه بقى فيه؟ ايه الفانكشن اللي انت عايزها؟ او ايه الفاريبل اللي انت عايز توصل له؟ عايز اوصل لفانكشن اسمها سي هالو. تلاحظ ان محمود ده اوتوماتيك خد كل الكلاس ده جوه، ونقول له كده اوكي. تعالى هنا جوه الفانكشن ديت نقول له ايكو واديني بريك لاين هنا. قال لك ايه؟ هالو فروم انسايد كلاس، وهنا هالو فروم ايه؟ انسايد كلاس. طب انتوا متخيلين اللي احنا عملناه ده هو اوبجكت اورينتد؟ هي دي الاوبجكت اورينتد، عبارة عن مجموعة فانكشنز بتحطها جوه حاجة اسمها كلاس، والكلاس دي بتبدأ تستعملها زي ما أنت عايز بس وخلاص. طب هتفيدك في إيه؟ طب أنت سألت إن أنا عندي ممكن بكتب تمبلت واحد بس، كلاس معينة واحدة، أنا ممكن بقى أحط له فاريبل هنا الاس، وأبدأ أعمل منه أكتر من نسخة وأستعملها بأي شكل أنا عايزه. وبتفيدني ان انا بتجمع لي مجموعه فانكشنز داخل كتله واحده اقدر اكلمها بيه. ما انت معلش مش ينفع الملف يبقى فيه 100,000 فانكشن، صح؟ تقدر تحفظ كل واحده، لكن لو انت عملت كلاس للتعامل مع الداتا بيس، كلاس للتعامل مع النصوص، كلاس للتعامل مع الاتش تي ام ال والسي اس اس، وجواها مجموعه فانكشن بتساعدك، فانكشنز بتساعدك على ايه؟ على التعامل مع الحاجات دي. يبقى الكلاس هي عباره عن كتله برمجيه او حاجه محجوزه داخل اللغه يمكن ان تحتوي على اكثر من ايه؟ الفانكشن. بس هي دي الكلاس. طيب الفانكشن دي جوه الكلاس اسمها ايه؟ اسمها فانكشن. هو انت بتكتبها باسم فانكشن بس بيتحول اسمها لحاجه اسمها ميثود. ميثود هي الفانكشن بالظبط، تمام؟ طيب نرجع بقى اللي احنا عاملينه. احنا قلنا دلوقتي اللي احنا عملناه ده كله اوبجكت اورينتد، تخيلوا. طيب ايه هي الاوبجكت اورينتد؟ الاوبجكت اورينتد او البرمجه الكائنيه هو اسلوب في البرمجه يمكن من خلاله توفير وقت ومجهود كبير في حالة عدم استخدام ايه؟ البرمجة الكائنية فيه، يعني اسلوب معين بستعمله انه بيوفر عليا وقت. طيب مثال اصعب، مثال اصعب،
الكلاس دي يا جماعه عايزين يوصل. لما بداوا يعملوا الاوبجكت اورينتد قال لك احنا لازم نحول البرمجه لحياه واقعيه. يعني ايه؟ يعني كائنات. يعني ايه كائن؟ يعني ايه كائن؟ يعني حاجه، انسان، حيوان، ايا كان كائن. تمام. الكائن ده ليه خصائص. يعني محمود ده ليه خصائص. يعني ايه خصائص؟ او ليه صفات. في عنده صفه الحركه، لما يجي يتحرك الرجلين بتاعته بتشتغل، صح؟ في حاجه عنده ايه؟ خاصيه الايه؟ الكلام، بيقدر يتكلم ويعمل كلام. ليه خاصيه الايه؟ السمع. كل دي ميثودز جواه، كل دي ميثودز جواه. والكائن ده هسميه ايه؟ اوبجكت. الكائن ده اسمه ايه بالانجليزي؟ اوبجكت. يبقى الاي دي اس ده ما اسموش فاريبل، بقى اسمه اوبجكت. الاوبجكت هو عباره عن نسخه جديده من كلاس موجوده عندي. الاوبجكت هو ناتج انشاء نسخه من كلاس انت موجوده عندك. تمام. طيب الاوبجكت ده اصبح ليه خصائص. انا ممكن بقى احط له خاصيه هنا ووك، خاصيه سبيك، فانكشن اسمها ووك، فانكشن اسمها سبيك، فانكشن مثلا اسمها سي، ويبدا يشوف مثلا وكده. بيحول البرمجه من النوع التقليدي بتاعها من خلال استعمال فانكشنز لنوع ايه؟ برمجه كائنيه. كل حاجه بتتحول لكائن، والكائن ده ليه خصائص او ميثودز او فانكشن جواه، وكل فانكشن لها وظيفه معينه. طيب في فايده اكتر من الحاجات دي؟ اقول لك بكل بساطه. انا عندي كلاس ثانيه اسمها ايه؟ جير. انا عايز اعمل كلاس جديده بتقول مثلا سي، بدل سي هالو تقول سي ويلكم. خلاص. وفي نفس الوقت مش عايز اغير في الكلاس اللي اسمها جريد دي، مش عايز اضيفها جواه، عايز اضيفها في حاجه ثانيه. طب ازاي اعمل الكلام ده؟ هقول لك اعمل كلاس جديده اسمها ايه؟ ويلكم مثلا. خلاص. الكلاس دي جواها فانكشن اسمها ايه؟ سي ويلكم ايكو، سوري، ايكو ويلكم فروم سايد، ايا كان الكتابه ذا كلاس. انا دلوقتي ده كله عادي. طب انا عملت واحده بواحده. طب انا عايز الكود بتاع ده احطه هنا، هل مثلا اخده كده كوبي؟ يعني انا عايز في الكلاس الجديده دي طبعا بدل ما محمد ده، بدل ما هو نيو جريت هقول له نيو ايه؟ ويلكم. شوف انا مجرد ما كتبت ده قال لك نيو ويلكم. خلاص. وبعد كده قال لك ايه؟ انا هقول له سي هالو. سي هالو المفروض يطلع لي ايه؟ طلع لي ايرور، لان في هنا فانكشن اسمها سي هالو. تعالوا كده نعمل ريفرش كده ونشوف. قال لك فيتور ايرور كول اندفايند ميثود. ملاحظين هو سماها ايه؟ ميثود. ليه؟ لان احنا قلنا الفانكشنز داخل الكلاس تتغير اسمها، تبقى ايه؟ ميثود. انا مش لاقي ميثود اسمها سي هالو داخل الكلاس اللي اسمها ايه؟ ويلكم. طيب الحل دلوقتي، هل ان انا اخد سي هالو ده زي ما هو واحطه جوه الويلكم دي كده هيشتغل؟ ماشي، حطه. تمام. فعلا اشتغلت ايه؟ هالو فروم ايه؟ انسايد. طب انا عايز اعدل في هالو دي، بدل ما هالو فروم انسايد تبقى هالو كلاس على طول. عملت ايه هنا؟ وارجع لازم اعدلها هنا. تعال نعمل هنا ريفرش، هنا فضلت ايه؟ هالو فروم انسايد، لان انا ناقلها هنا. طب ما ينفعش كده. انا لو انا عندي ست سبع كلاسات وجواهم فانكشن واحده وعايز هفضل الف على كل واحده اعدل فيها، ما ينفعش، صح؟ طب هل ينفع اورث كلاس ثانيه؟ اورث كلاس ثانيه، يعني اخد كل اللي جواها ده واحط جوه كلاس جديده واضيف عليه حاجات؟ قال لك ايوه. طب ازاي اخلي الكلاس اللي اسمها ويلكم دي تورث الكلاس اللي اسمها جريد وبكل خصائصها او المسجز اللي جواه؟ يعني السي هالو ده هتبقى كانها جوه، بضيف له كلمه اسمها اكستندز واكتب له اسم كلاس اللي انا عايزها. بقول له انا عندي كلاس جديده اسمها ويلكم بتورث الكلاس اللي اسمها ايه؟ جريد. معنى الكلام ده ان جميع الفانكشنز دي كاني جيت كتبتها هنا. وطب انا ضفت عليها فانكشنز جديده اهو، ملاحظين ان هي سي ويلكم دي مش موجوده في القديم، اصبحت دي فيها فانكشن زياده عندي. طيب تعالوا كده نعمل ريفرش. قال لك ايه؟ هالو كلاس. تلاحظ التعديل اللي انا عملته هنا ظهر هنا، وهي دي ميزه الوراثه. الوراثه ان انت ممكن تعمل تعديل في الكلاس الاصليه بيظهر في جميع الاوبجكتس اللي هي الجديده اللي هي ايه؟ ورثتها، او الكلاسز الجديده اللي انت ورثتها. مش عايزك تتلخبط. المطلوب منك في الاوبجكت اورينتد تعرف ان هي اللي اسمها البرمجه الكائنيه.
ومكونات الاوبجكت اورينتد ديت عباره عن كلاسز تقدر تحتوي على مجموعه من الايه؟ الزعمات الميثودز عباره عن كلاس بتحتوي على ميثود. طب انا بقى هستعملها ازاي؟ مش عايزك تخش في الاكستند والانهيرتنس كده لان هي معقده شويه، لكن انا اديتك الاول خاصيه من خصائص البرمجه الكهنيه وهي ميزه الوراثه، ان الكلاسز تستطيع ان تورث زي ما واحد بيورث واحد. شوف الابن بيورث الايه؟ الاب. كذلك فعلا زيك سموها ايه؟ اوبجكت او كائن. برمجه كائنيه لانها فعلا ماشي بنفس النظام بتاع الكائنات الايه؟ البشريه، ان الكلاس تقدر تورث كلاس ايه؟ اعلى منها، والكلاس اللي اعلى منها اسمها بيرنت اللي هي الايه؟ الاب بتاعها. اتفضل يا احمد. حضرتي انا يعني حاجه وحاجه، الفانكشن دي ليها اسمها ميثود بقى في البرمجه الكائنيه. اه احسن ان انا اكتب ميثود ولا لا؟ هي بتفضل فانكشن كده ولكن تتحول للميثود جوه كلاس، باسماء بيطلق عليها مصطلح اسمه ميثود. هي بس هي فانكشن برضه، لان احنا عندنا الكلاس دي بقى مكوناتها ايه يا جماعه؟ ممكن تحط فيها فاريبلز، ممكن تحط فيها ميثودز او فانكشن، ممكن تحط حاجه اسمها بروبرتيز، خصائص معينه تقدر تتعامل معاها. انا مش عايزك لان كل ما اخش في الاوبجكت اورينتد انت مش محتاج منها كل ده خالص، انت محتاج بس ازاي يكون عندك البي اتش بي بقى عامله لك كلاس جاهزه اسمها ماي اس كيو ال اي. الكلاس دي بقى فيها جميع الاوامر، فانكشن المسؤوله عن التعامل مع قاعده البيانات وارسال بيانات ليها وعرض بيانات وجلب بيانات وحذف وتعديل البيانات. طب ازاي اخد نسخه او ابدا اشتغل مع الكلاس اللي اسمها ماي اس كيو ال اي دي؟ بقول له فاريبل معين يساوي كلمه ايه؟ نيو. انشئ لي اوبجكت جديد من كلاس اللي اسمها ماي اس كيو ال اي وهبدا اتعامل معاه. وده اللي هنبدا نشتغل عليه. طيب سؤال. اتفضل. الفانكشن كان في فانكشن معموله في البي اتش بي ذات نفسها، في الكلاسات نفس الحكايه، يعني البي اتش بي عامله فانكشن. البي اتش بي بقى تقسيمتها دلوقتي عباره عن كلاسز وجواها فانكشن. وفي فانكشنز من غير ايه؟ كلاسز. لان هي اصلا ما كانتش اوبجكت في لغات ثانيه عاليه مثلا في الجافا والحاجات دي اللي هو اوبجكت اورينتد فيها قويه، مفيش حاجه بره كده، كله لازم يكون جوه كلاس. وفي ليفل اعلى نزل في البي اتش بي 5 و3 اسمه نيم سبيس، يعني في حاجه بقت اعلى من الكلاس اسمها نيم سبيس. نيم سبيس الاول نيم سبيس خاص بالداتا بيز او داتا، وبعد جواه بقى حاجات داتا بيز، داتا فايل، اكس ام ال فايل، ايا كانت الداتا، وبعد كده في كلاسز، والكلاسز جواها ايه؟ فانكشن. حاطين في بالكم التصور؟ فاريبل اري فانكشن كلاس نيم سبيس. هي دي البرمجه الكائنيه، عباره عن وحدات من الكود بتسهل عليك شغلك. خدنا مثال بسيط اللي هي خاصيه الايه؟ الوراثه، ان انا ممكن يبقى عندي فانكشن رئيسيه اعمل منها كلاس رئيسيه اعمل منها اكتر من نسخه واضيف عليها حاجات جديده من خلال كلمه واحده بقول له اكستنس، ان دي بتورث دي. تورثها يعني ايه؟ يعني كاني خدت الكود كله كوبي وبيست جوه الفانكشن جوه الكلاس الجديد. تمام؟ طب ليه ما خدتوش كوبي وبيست؟ قلنا عشان لو احنا عايزين نعدل في الاصل يتعدل في جميع الايه؟ الانستنس بتاعته او الاوبجكت اللي معموله منه. لغايه دلوقتي كده مفهوم؟ اتفضل. دلوقتي انا عندي اكستنس دي في ال انت مش هتعمل اكستنس دلوقتي، انت شغلك كله في الكود بتاعك في كل المشاريع اللي هنعملها مفيش حاجه اسمها اكستنس عندنا. انا كل اللي انا عايزك تعرفه بس اكستنس دي اوكي، دي خاصيه انا اديتك مثال ليه، خاصيه الوراثه، ان انا ممكن يبقى عندك اكثر من كلاس ودي بتورث دي ودي بتورث دي ودي فيها حاجات مميزات عن دي، بحيث ان انت قسمت الكود بتاعك على اكثر من كلاس باكثر من ميزه. انا كل اللي انا عايزك تعرفه علشان تستعمل اي كلاس لازم تكتب فاريبل وبعد كده تقول يساوي نيو واسم الكلاس اللي انت عايز تستعمله، مش عايز منك اكتر من كده. الحته دي صعبه؟ مش قادر تفهم ايه؟ مش عارف ايه لازم تتوصل، ممكن اعملها فانكشن كلها. طب ما انت هتقعد تحفظ الفانكشن كلها؟ الفانكشن دي لازم تحطها في حته اكبر تحتويها، انت ليه بتاخد شنطه للكتب بتاعتك؟ طب ما انا ممكن اشيل الكتب كلها معايا، هينفع عشان يعني انا عندي كتب صح؟ والكتب ديت عشان اشيلها بقوا 10 كتب مفيش مشكله. طب بقوا 100 كتاب هتشيلهم ازاي؟ لازم تحطهم في كرتونه. صح؟ طب انا ممكن استعمل فانكشن مباشره، ممكن تستعمل فانكشن مباشره، بس هتعرف تعمل تورث فانكشن من فانكشن؟ تقدر تحط مميزات حاجه معينه تشيل فانكشن وتضيف عليها حاجات ثانيه؟ لا. صح؟ الفانكشنز دي لما بتزيد بتحطها جوه كلاس عشان تصنف بقى، تحط الكتب بتاعتك دي في كراتين. فالكرتونه دي هي الكلاس. الكتب اللي جواها هي الفانكشنز، الصفحات دي هي الاوامر الخاصه بالايه؟ بالفانكشن بتاعتك. مفهوم يا جماعه؟ فهمت يا ايمن؟ بتنده عليه ازاي؟ بتروح الاول تعرف الكرتونه بتاعته، تعرف الكرتونه بتاعته بتقول له فاريبل بيساوي نيو اسم الكرتونه. وبعد كده ازاي توصل للكتاب؟ بتكتب الفاريبل الجديد هات لي اسم الكتاب. طلع لي الكتاب، والكتاب ده جواه صفحات، طلع لي بقى الصفحات اللي جواه. الصفحات هي سيهل؟ الاوامر. ها يا جماعه مفهوم؟
انا مش عايز منك اكتر ان انت في كلاسز موجوده جوه البي اتش بي وهنبدا ازاي نستعملها. خلاص يا جماعه مفهوم الكلام ده؟ في اي اسئله في الحته دي؟ اتفضل. ايه؟ اتفضل. استنى يا احمد اسمع. في كذا فانكشن وانا عايزه يفضل اساسا فانكشن ممكن على حاجه واحده. يعني ايه مش فاهم؟ يعني كلاس اوكي ماشي اوكي مثلا هقول لك مش ديت الكلاس دي فيها مثلا سي هالو وهنا في سي ويلكم طب هي نفس الحاجه هقول له اي دي اس نيو طبعا احنا الجديده اسمها ويلكم خلاص بقى نوقف دي احنا مش عايزين جريد دي خلاص احنا عملناها كده واعتبر الجريد دي محطوطه في ملف منفصل وعملت له انكلود مش موجوده عندي في الكود عملت كلاس جديده اسمها ويلكم ومحمد بيساوي نيو ايه ويلكم وارجع اقول له ايه محمد سي هالو ومحمد سي ايه ويلك هات اوتوماتيك هو ايه عرف تعال نعمل ريفريش فعلا قال لك هالو كلاس خليها هنا بقى ايه هالو فروم كلاس وتحتها قال لك ايه ويلكم فروم ايه انسايد ايه تاجز تي جي كلاس انا كاتبها اصلا انسايد يعني مش عارف ايه اللي خلاها تاج ذا كلاس تمام يا جماعه طيب سؤالك انا قدرت دلوقتي ايه اكلم داله موجوده جوه الايه الويلكم واكلم داله تاني انا ممكن الداله دي ابعت لها بعد كده متغيرات صح يعني ممكن في داله تطلب مني متغيرات عشان تشتغل بتقول لي ايه الكونكشن بتاع الداتابيز بتاعك ايه اسم الداتابيز اللي انت هتتصل بها ايه اليوزر نيم بتاع الداتابيز ايه الباسورد ايه عشان اعمل لك اتصال وده اللي هنبدا نعرفه دلوقتي اللي هنبدا نتعامل مع الداتابيز كل اللي انا عايزك تعرفه عشان ما تتلخبطش مني ان البرمجه الكائنيه هو اسلوب في البرمجه يجب ان انا استعملها في المشاريع العاديه ممكن مش هتستعملها هتستعملها في حاجه بسيطه اللي احنا هنشرحها تمام لكن بعد كده لو المشاريع كبرت لا ده انت لازم تقسم الكود بتاعك فانكشنز والفانكشنز دي جوه كلاسز والكلاسز دي بعد كده جوه نيم سبيسز والنيم سبيسز دي بتبدا تتعامل معاها ليه لا انت تخيل بقى الاف الكلاسز طب ما انت احنا زي ما عندك الاف الفانكشن صح كل في مجموعه فانكشنز بتتعامل مع النصوص مجموعه فانكشنز بتتعامل مع الارقام بتحطهم في كلاس اسمها نص او اسماء كلاس للنصوص كلاس للارقام والكلاس دي جواها فانكشن جواها اما حطيناهم كلهم على بعض ليه مش هتعرف تفرق ما بينهم يبقى عندك النصوص على الارقام على كله زي ما قلنا الكرتونه طب ما انا ممكن اشيل الاربع كتب لو هو خد الاربع كتب شيلهم في ايديه طب لو هم 200 كتاب انت لازم تحطهم جوه كرتون الكرتونه دي هي الايه كلاس بتاعتك طيب الكراتين بقى المستودعات مستودع للصف الاول والصف الثاني المستودع ده هو النيم سبيس مع بعض الكراتين كتر عندك 100,000 كرتونه تقدر تفرق بين كتب السنه الاولى وكتب السنه الخامسه ازاي؟ ان انت بتقسمهم بقى في كرتين على جنب كده بتاعت السنه الاولى وكرتين على جنب تاني بتاعت السنه الثانيه وهكذا ثالثه ورابعه اللي هي الايه؟ النيم سبيس يبقى الشجره بتاعت البرمجه الكائنيه نيم سبيس بيحتوي على مجموعه من الكلاسز، كلاس بتحتوي على مجموعه من الميثودز، الميثودز دي جواها مجموعه من الاوامر سواء كانت فاريبلز ايا كانت الحاجات اللي هي جواها. اتفضل. يعني مثلا في المشاريع الكبيره بعد كده قبل ما الاساس مثلا هعمل عمليات معينه تكتبها فانكشنز وجوه كلاس على جنب الاول وتبدا تشتغل في المشروع بتاعك لان الكلاس دي تمبلت يا جماعه يعني ايه تمبلت يعني حاجه ممكن اعاده استعمالها اكتر من مره اسطمبه الراجل اللي بيطبع ورق ولا بيطبع فلوس ولا بتاع عامل اسطمبه واحده بيصب جواها الحاجه وخلاص بتطلع له اكتر من ايه من حاجه ممكن مثال مثلا لو عندي مثلا عامل فانكشن مثلا ان انا اظبط التكست بكل معين وجاستيفاي الكلام ده وعند الفيلد اللي انا هسيبها احط بس الاسم الفانكشن حلو وتبعت له الداتا اللي انت عايز تظبطها في فاريبل يروح جواها مظبطها مرجعها لك على طول طب انت عندك اكتر من فانكشن 10 20 تحطهم جوه كلاس احسن يبقى كلاس للتلوين كلاس للتعامل مع البراوزر كلاس للتعامل مع كذا كل ما تقسم شغلك على هيئه اوبجكت اورينتد يكون افضل هي البرمجه الكائنيه كده ليها خصائص كتير ليها حاجات معقده مش عايزين ندخل فيها اول اهم خاصيه بس قلت لك ان هي كتله من الكود ممكن ايه اعاده استعمالها اكتر من مره وفيها حاجه زي الايه الوراثه ان ممكن كلاس تورث حاجات كلاس ثانيه كانها خدناها كابو بس يعني خدت كل الميثودز بتاعتها وحطيتها جواها بس هي مش موجود وتقدر تعدل عليها تمام في حاجات ثانيه اسمها اوفر رايد اوفر رايد واوفر رايد كمان بس دي مش هنخش فيها دلوقتي لان احنا مش عايزكم ايه تتخبطوا ان شاء الله يبقى ده في الادفانس باذن الله انا دلوقتي مش عايز منك غير ان انت تعرف عشان تنشئ نسخه استنشيت من كلاس جديده بتعمل ايه نيو واسم الايه كلاس لغايه دلوقتي كده تمام طيب فاكرين الملف اللي احنا كنا عملناه او الداتابيز اللي احنا عملناها عايزين بقى نبدا ازاي نخلي البي اتش بي تتكلم مع الماي اس كيو ال هنبدا ملف جديد اسمه ماي اس كيو ال مثلا انا عايز اروح اجيب البيانات
اللي داخل الجدول اللي اسمه احمد اللي موجود داخل قاعده البيانات اللي اسمها تيست. البي اتش بي وفرت لي كلاس للتعامل مع قاعده البيانات. الكلاس دي اسمها ايه؟ القديمه كانت اسمها ايه؟ ماي اس كيو ال ار، ماي اس كيو ال بس، وكانت عباره عن مجموعه من فانكشنز، تمام؟ فانكشن بتروح تناديها زي ما كان، لكن الجديد دلوقتي ان بقت كلاس وجواها ايه؟ ميثودز. طيب ازاي ابدا اتعامل معاها؟ بقول له انا هديكم الاول مثال على البرمجه القديمه. البرمجه القديمه لازم افتح كونكشن الاول، بقول له الكونكشن بيساوي ماي اس كيو ال كونكت، تمام؟ وابدا اقول له الهوست واليوزر بتاعي والباسورد، وبعد كده اقول له الداتا بيس بتساوي ماي اس كيو ال سيلكت دي بي، وبعد كده بكتب له الدي بي نيم والايه، ولازم اقول له استعمل لي الكونكشن. يعني من خلال الاتصال ده ابدا كلمني قاعده البيانات دي، وبعد كده من خلال المتغير او اللي عندي ده اللي اسمه الداتا بيس ده ابدا اكلم منه البيانات. الموضوع كتير صح؟ طب مش ممكن، طب ايه البرمجه الكائنيه لما دخلت في ماي اس كيو ال اي عملوا لي ايه بقى؟ قال لك لا الكلام ده كان موضه قديمه وكل لازم تحفظ بقى فانكشن اسمها ماي اس كيو ال كونكت، فانكشن ثانيه ماي اس كيو ال سيلكت دي بي، لازم الاول افتح اتصال مع القاعده وبعد كده احدد نوع القاعده. طب انا عايز اعمل مره واحده، هو سطر واحد يبقى عندي اوبجكت متصل بقاعده البيانات وخلاص جاهز ان هو يتعامل معاه، واعمل اوبجكت ثاني يتصل بقاعده مختلفه، اوبجكت ثالث متصل بقاعده رابعه وهكذا. طيب ازاي بقى الموضوع ده اتعامل في الاوبجكت اورينتد يا جماعه؟ تعالوا كده نوقف الكلام ده كله ملوش لازمه عندنا. دي بقت موضه قديمه هتلاقوها في السكريبتات، والموضه دي بطلت يعني ليه ماي اس كيو ال كونكت ماي اس كيو ال. ايه دور الاوبجكت اورينتد بقى؟ قال لك انا عندي متغير اسمه او اوبجكت بقى، احنا ده اسمه ايه؟ اوبجكت. خلاص ليه يعني فهمنا يعني اوبجكت يعني كائن، يعني بيشيل كلاسز جواه وبيشيل فانكشنز جواه، بيشيل كل حاجه، مش شايل بقى فاريبل ولا داتا ولا نص ولا رقم بس، لا شايل حاجات كتير. فالاوبجكت هو كتله كبيره شايله جواه ايه؟ مجموعه من الميثودز والفاريبلز والايه؟ والخصائص او الاوامر المعينه، ماشي؟ بيساوي ايه؟ نيو تمام؟ ماي اس كيو ال اي بيساوي نسخه جديده من كلاس اللي اسمها ماي اس كيو ال اي، وافتح قوس تمام، بديله الهوست بتاعه وهنعرف يعني ايه هوست، وبديله اليوزر نيم، وبديله الباسورد، وبديله الدي بي نيم. انا ممكن اكتبهم هنا مباشره وممكن احطهم فوق كده عشان يبقى الشكل حلو. هوست ايكوال خليها فاضيه دلوقتي، يوزر يلا عم نشوف مفيش. طيب يوزر نيم زعلان مني يزر بيساوي كذا، باسورد بتساوي كذا، وعندي الدي بي نيم بيساوي كذا. نقفل هنا تمام. البيانات اللي انا هكتبها هنا هيستعملها انه يخلي الماي اس كيو ال اي دي تروح تتصل بقاعده البيانات اللي اسمها انا هحدده لها، وتعمل لي نسخه من الاتصال ده في اوبجكت اسمه ايه؟ الدي بي. طيب الملفات دي كلها هاخدها كده، يفضل بقى عشان تبقى شغال صح لما تيجي تتعامل مع قاعده بيانات تمام، خلي ده زي ما هو، ناخدها كوبي ونعمل ملف جديد اسمه ايه بقى؟ config.php، يعني الملف المسؤول عن الكونفجريشن بتاعتك. بتقول له ايه؟ config.php اسف، اختار السيشن، فايل نيو .php خلاص، وابدا احط في الكود بتاعي كده. وقبل ما اعمل هنا ممكن اقول له ايه؟ سيشن صح؟ فاكرين؟ احط السيشن بقى بتاعتي في الكونفج، لان انا اوتوماتيك اي حاجه فيها كده، واقول له برضه ايرور ريبورتنج اي اول، وممكن اقول له هيدر برضو، ناخد الكود بتاع الايه الهيدر انا مش حافظه فين، كنا حاطينه في سيشن 5 في ال في سايت، فين سيشن 5 فين سايت
سيشن 4 في سايت كان هيدر او فانكشن. هنشوف فانكشن كده فعلا كامل اهو، ناخده زي ما هو ونحطه هنا كده بحيث يبقى انا ايه عندي ملف كونفج اي مشروع ببدا اتعامل مع الداتا بيز لسه دي بقى. اللي بيختلف معايا ايه؟ بيختلف الهوست طبعا ثابت لوكال هوست، لان انت لو شغال على الجهاز الشخص بتاعك اسمه لوكال هوست، ولو رفعت الملفات على السيرفر هو برده اسمه ايه؟ لوكال هوست. طيب اسم اليوزر نيم اللي انا هتصل بيه ايه؟ انا لازم اتاكد بس ان الفاريبلز دي مظبوط. ايوه الباسورد بي اس اس دبليو ار دي. طالما معلم عليه كده يبقى هو كده شايفها. انا ممكن اكتب الفاريبل هنا باسم وارجع اعمله هنا كده تمام خلاص. اليوزر نيم بتاع الباسورد الاكس ام باي ديفولت وباروت، الباسورد فاضيه، نوع اسم الداتابيز ايه يا جماعه؟ اسمها تيست. ثواني فين سيرت الدوت خلاص. عيب النوتون كومبليت بتاعه كده خلاص. وبعد كده تعالوا نجرب الملف الكونفج ده النادي. لا احنا هينفع النادي ملف الكونفج؟ يعني ينفع اقول له كونفج دي بيتش بي عشان اشغله؟ ممكن نجرب الاول، ممكن نقول له كده سوري برضو طالما جاب لي صفحه فاضيه معناه ان هو ايه؟ شغال. طب تعالوا كده بالظبط، برافو عليك يا ايمن. تعالوا كده نغير كده اللوكال هوست ده، نخليه كده ال او سي اتش مش عارف هو ايه. اعمل ريفريش، عمال كده يلود وبقى لك ورننج وكده. طب الورننج ده شكله وحش، حاطط لي الملف والسطر وهيظهر لليوزر الكلام ده، انا مش عايز اليوزر يظهر، عايز يوصل له رساله ثانيه كده شكلها شيك. اقول له ايه بقى؟ خليها زي ما هو كده واقول له ان الدي بي بيساوي نسخه جديده من الكلاس اللي اسمها ماي اس كيو ال اي اللي هي بتتصل بقاعده البيانات بالبيانات اللي انا كتبتها لك فوق. طب لو فشلت في الحاجات دي اور داي، فاكرين داي؟ واكتب له كاونت تو ذا داتا بيس خلاص. تعالى كده نعمل ريفرش. ثواني حفظنا الشغل بتاعنا. طبعا وقف ايرور ريبورتنج دلوقتي مؤقتا ونشوف. بسم الله. طيب تعالى نكتب له مثلا نكتب له ده، خليه هوست، نغير في اسم قاعده البيانات مثلا تيست مش عارف ايه كذا مثلا. قال لك في ايه؟ داتا بيز. هو طبعا هنا بيدي لك بس المفروض يدي لك الاور داي برضه. ايه؟ لا لا مش ات، انا عايز المفروض اوتوماتيك يديني الخطا ده اور داي. الكود كله صح، ما فيش اي مشكله فيه. هو بعد كده لما اجي استعمل بقى الدي بي ديت وبيديك الخطا ده، وبعد كده بعد ما استعمله هي ممكن يطلع لي الرساله فيلد توكن نيك. خلينا مؤقتا كده، ولكن انا كل اللي انا عايزك تعرفه انت يجب ان انت تحط العباره دي عشان ايه؟ يحل لك المشكله بتاعه الايه؟ الورننج دي. هناخدها نشوف المشكله دي كانت ايه. ان الاف اللي هو اف الدي بي ممكن اوف، اقول له اف الدي بي ترو، اقول له كذا، لو هو مش كانت فولس اعمل له لا كانت كونكت. بس انا ممكن بدل ما اعمل اف بعدها اقول له اف الدي بي اوتوماتيك، بقول له اور داي في نفس السطر وخلاص، يتصل او موت. تمام ماشي يا جماعه. طيب انا عايز اللي عايزك تعرفه بس ان عشان تبدا مشروع لازم تبدا ملف اسمه ايه؟ يفضل اسمه ايه؟ كونفج. ليه يا جماعه اخترنا كونفج؟ كونفج من كونفجريشن، يعني اعدادات الداتا بيز بتاعتك واليوزر نيم والباسورد. طيب فلف الكونفج ده ببدا احط السيشن بتاعتي والايرور ريبورتنج، واحط الهيدر عشان اتاكد ان كل الملفات بتاعتي ايه معموله يو تي اف 8، وبعد كده الهوست لوكال هوست، اليوزر نيم اللي انا بتصل بيه على قاعده البيانات، الباسورد واسم قاعده البيانات. تعالوا هنا نعمل كده ريفرش، ما ادانيش اي حاجه مع ان هو كله ايه شغال تمام. طيب ازاي بقى ابدا اخش اجيب بيانات داخل الحاجات دي؟ تمام، انا بقى عندي في اوبجكت اسمه دي بي صح، جواه ميثود اسمها كويري، وبتاخد فاريبل معين بحط فيه الكويري بتاعي. انا بعد كده هقول له كويري. الكويري ده يا جماعه فاكرين جمله؟ طبعا ده احنا مش عايزين الكلام ده كله بقى خلاص. خير، تعالى كده هنا اقفل ده كله،
ونفتح بقى ملف جديد ملوش علاقه بده، هنسميه مثلا، نقفل ده كله برضو. ماشي، هسميه سايت خلاص. وفي السايت ده بقول له ايه؟ انكلود وانس للايه يا جماعه؟ كونفج دوت بي اتش بي. خلاص راح هات لي كل اللي جوه الكونفج وحطه لي هنا. كان بقى دلوقتي الاوبجكت اللي اسمه الدي بي ده اقدر اتعامل معاه. خلاص اقول له انا عندي متغير اسمه كويري، خلاص بيساوي ايه بقى؟ فاكرين الاس كيو ال اللي احنا عملنا معاه؟ هكتبها زي ما هي. سيلكت اي حاجه فروم احمد، فاكرين الجمل؟ عشان كده قلت لكم تمارسوا عليها، هي نفس الجمله. طيب وبعد كده الريزلت بتاعتي بتساوي، روح على الاوبجكت اللي اسمه دي بي، نفذ لي الميثود اللي اسمها كويري وانفذ لي الكويري. ممكن اخد ده كده كوبي واحطه جوه هنا على طول مباشره، لكن يفضل عشان الشغل بتاعك يبقى نضيف تحطه في فاريبل وبعد كده تبدا تعمل بصل للايه؟ للفاريبل بتاعتك. تمام؟ معناها ان النتيجه بتاعت الحاجات دي هتجيلي فين؟ جوه متغير اسمه ايه؟ اسمه ريزلت. ان الريزلت، ما هو الريزلت بيساوي معايا يا جماعه، الريزلت بيساوي الدي بي كويري والكويري. تعالوا كده النادي السايت ده ونشوف هيديني ايه يا استاذ محمود. انا بقول يا استاذ محمود مش بقول ايوه. استاذ محمود هيديني ايه؟ مش عايزك تسرح. انا لاحظت ان انت سرحان فقلت لك، انا حتى لو انا باصص للبتاع بعرف انت سرحت ولا لا. ايه؟ لا الاوامر انت لازم تكتبها، احنا قلنا هي دي اللغه، هنزود في الحته دي. انا عايزك بس تجاوب على السؤال، هيديني ايه هنا؟ طيب ماشي، انا كتبت هنا كود اهوت، عملت انكلود وانس للملف اللي اسمه كونفج اللي فيه الحاجات دي عشان اضمنه كاني كاتبه في نفس البتاع، فصلته في ملف منفصل عشان يبقى الكود بتاعي شكله اشيك. وبعد كده بدات اقول له ان عندي فاريبل اسمه كويري، كويري ده بيساوي جمله اس كيو ال عاديه خالص. لا برافو عليك، مش هيديني ايكو للايه؟ للريزلت. طب مش هيديني اي حاجه ليه؟ لان انا ما قلتلوش ايكو للريزلت. طب الريزلت دي جايه لي يا جماعه لهيئه مثلا اري او اوبجكت، عشان اعرفها كويس هنجرب نقول له ايه الاول؟ برنت ايه؟ ار، نشوف هل هي اري ولا اوبجكت. نشوف هي، انا كتبت اس ال تي على طول. ماشي خليها زي ما هي كده. تمام، ونعمل بس اي حاجه ان كانت الكتابه بتاعتها مش هتفرق معايا، زي ما انا كتبتها هستعملها برضه، ما جابليش اي حاجه يبقى مش اري صح. طب تعال نقول له كده، نجرب حاجه ثانيه كده، نقول له مثلا فار دمب، اعمل لي فار دمب للداتا دي. قال لك ايه؟ ده حاجه بوليان ونوعها ايه؟ فولس. تمام؟ طيب هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه اللي احنا عملناه في الفتره اللي فاتت دي كلها؟ اولا احنا عرفنا جمل الاس كيو ال. هو امر السلكت ده صح، في السل اس اي ال. برافو عليك يا كابتن. ماشي، انا ما كنتش واخد بالي منها دي. تعال نقول له فار دمب كده، فعلا جاب لي ايه؟ انواع الايه؟ ان في عندي روز وعندي في عندي اوبجكت راجع لي، والاوبجكت ده جواه حاجات معينه. خلاص؟ تمام. طيب ايه اللي احنا عملناه ده كله؟ اولا يا جماعه احنا قلنا عندنا لغه اسمها لغه الاس كيو ال صح، ودي اللغه اللي هنكلم بيها قواعد البيانات. يجب ان انت تحفظ الاوامر الرئيسيه بتاعتها، هم اربع اوامر: سيلكت، انسيرت، ديليت، ابديت. خلاص. البي اتش بي وظيفتها ايه؟ بتاخد منك الامر ده وتروح تبعته للقاعده وبعد كده تجيب لك الريزلت. تعال نشوف بالترتيب كده. البي اتش بي عشان تاخد منك امر لازم تقول لها قاعده البيانات اللي انا هتعامل معاها اسمها كذا، والسيرفر اللي انا هتعامل معاه. في بعض الاوقات لو قلنا السيرفر الداتا بيز كان منفصل، بدل ما اكتب كلمه لوكال هوست بكتب الاي بي بتاع السيرفر اللي انا ايه؟ هشتغل عليه. تمام؟ لكن انا دايما في 99.99% من البروجكت بتاعتي ببقى على نفس السيرفر، فبقول له على طول ايه؟ الديفولت، الكلمه الديفولت بتاعته ايه؟ لوكال هوست. ماشي يا جماعه؟ طيب بعد كده اديته اليوزر نيم والباسورد والايه؟ واسم الداتا بيز، وعملت اوبجكت جديد اسمه داتا بيز، شايل الكلاس اللي اسمها ماي اس كيو ال اي. الماي اس كيو ال اي دي جواها بقى ايه؟ فانكشنز كتير جدا. طب ازاي نعرفها؟ عندك بي اتش بي دوت نت واكتب له ماي اس كيو ال اي، هتلاقي الانترودكشن عنها
وجميع الميثودز اللي جواها مفيش اي مشكله تقدر تعرف. هيطلع الشكل الهرمي بتاع الاري. هنشوف دلوقتي ازاي نحول دي الاري او اوبجكت، يعني دي جزء ثاني. احنا دلوقتي بنشتغل بالاوبجكتس بقى، احنا لسه مش اريز. بعد كده ممكن ناخد ازاي نحول الاوبجكت لاري. هو بنشتغل بالاوبجكت، يعني مشغلين بالبرمجه الكائنيه. ليه عملنا برمجه كائنيه؟ احنا عملنا كلمه نيو دي. نيو دي راحت عملت لي ايه؟ انستانس من كلاس اسمها ماي اس كيو ال. هكتب له ماي اس كيو ال اي وانتر. قال لك انت عايز ايه في ماي اس كيو ال؟ في عندك بقى ماي اس كيو ال كلوز، في ماي اس كيو ال كلاينت انفو كوميت، في ديباج، في مش عارف ايرور، في جيت مش عارف ايه كلاينت فيرجن، في سيرفر انفو، في ماي اس كيو ال انسيرت اي دي. كل دي عباره عن ايه؟ ميثودز جواها كلها بالكامل جوه الكلاس. كم ميثود؟ كميه مهوله صح؟ وماي اس كيو ال ريزلت فري مش عارف ايه. ننزل تحت كده الكويري عايزين نشوفها اهي. في ماستر كويري، الكويري بتاعه اللي هو بيقدر يتعامل معاه مثلا جوه حاجات كتير مش عايزكم تشغلوا بالكم منها، لان انت بتعرف اللي انت هتستعمله في الاوفر فيو بتاعته. بيشرح لك يعني ايه اي بي اي، ويعني ايه كونكتور، ويعني ايه درايفر، وليه احنا انواع الدرايفرز داخل ماي اس كيو ال. عندك في اكستنشن اسمه ماي اس كيو ال، اكستنشن ثاني اسمه ماي اس كيو ال اي اللي هي ماي اس كيو ال المحسنه. في البي اتش بي داتا اوبجكتس اللي احنا ايه قلنا عليها. وبعد كده بيديك بعض ال بيقول لك اف يو ار يوزنج ماي اس كيو ال فيرجن، لو انت بتستعمل فيرجن 4 او اعلى من كده شوف بقى ايه سترونجلي ريكومندد، يعني احنا يعني بنوص بشده ان انت تستعمل ايه الماي اس كيو ال اي. يعني لما تلاقي مبرمج دلوقتي لسه بيستعمل ماي اس كيو ال تقول له يا عم الحاج، يعني الناس اللي عاملين البي اتش بي بيقول لك عشان تشتغل كويس مع الماي اس كيو ال، ومش شركه الماي اس كيو ال نفسها بتقول لك عشان تشتغل معايا كويس استعمل الكلاس الجديده اللي اسمها ماي اس كيو ال اي، لانها فيها تحسينات امنيه كتير، سرعه اكتر، فيها وظائف كتير اكتر او ميثودز اكتر من الايه من القديم. ماشي. لذلك احنا بدانا نشرح الايه الماي اس كيو ال، ما شرحتلكوش الماي اس كيو ال. ماشي يا جماعه. بعد كده بيقول لك يعني ايه بقى الماي اس كيو ال اكستنشن، تقدروا تقروها انتوا، ويعني ايه بي دي او بتاعه. وبعد كده الجدول، فاكرين الجدول اللي انا كنت واخده وحاطه؟ هو نفس الجدول بس فيه بعض البيانات الايه الزياده. ماشي يا جماعه. طيب على الشمال هنا هتلاقي بعض الايه الحاجات الخاصه بيها. لو ضغطت مثلا على الماي اس كيو ال اي دي من هنا يبدا يقول لك ايه عايز درايفر ولا ورننج، ويشرح لك الكلاس وايه اللي جواه. الموضوع معقد مش تحت، ما تشغلش بالك بيه. انا كل اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ازاي بس اتصل بالقاعده الكود اللي احنا كتبناه ده. شوف كم سطر، سطر واحد، في سطر واحد اتصلت بقاعده البيانات وبقى في قناه اتصال ما بينه وما بين القاعده، بقى في وسيط البي اتش بي قاعده بينه وبين الايه قاعده البيانات. طب ازاي ابدا ابعت بيانات او اجيب بيانات من القاعده؟ من خلال الاوامر اللي احنا كتبناها هنا. قلت له استعمل لي الاتصال اللي انت عملته مع قاعده البيانات اللي انا حددتها لك، ابعت لي كويري ليها، ابعت لي جمله كويري او جمله اس كيو ال ليها، وهات لي النتيجه بتاعتها حطها لي في الايه في الريزلت. طب ازاي بقى اجيبها؟ ازاي احصل على الريزلت دي؟ موضوع بسيط جدا. بقول له وايل، فاكرين وايل؟ طول ما في بيانات داخل القاعده، طالما الريزلت دي لسه شغاله وفيها تروف، يعني معناه ان هو عمال يجيب ايه عقود، عمال يجيب لي من قاعده ايه بيانات، تمام. وايل، واعمل متغير اسمه رو، طول ما في ايه روز في الايه في الجدول اللي اسمه ايه، لان جمله السجل اللي راحت على الجدول اسمه ايه احمد، بيساوي ايه الرو ده؟ ريزلت الاوبجكت اللي عندك اللي اسمه ريزلت الجديد ده خش لي. طب هو ريزلت ده احنا اللي عاملينه، طب منين الميثودز اللي جت جواها دي؟ لان احنا ورثنا، خلاص ورثنا الماي اس كيو ال اي، بقت الريزلت دي كانها زي الايه الماي اس كيو ال اي بكل اللي جوه فيه. فيتش داله اسمها فيتش اوبجكت، واي داله لازم تنتهي بايه بالقوسين دول. طول ما في صفوف داخل الجدول اللي اسمه احمد ابدا اعمل لي ايه بقى. تعالوا كده نعمل القوسين بتوع الوايل ايكو، تمام، واقول له ايه بقى الرو واسم الحقول اللي داخل الجدول. اول حقه كان عندنا اسمه ايه اي دي، ولو تلاحظوا في المتغيرات ان او الحق ما كتبتش ايه علامه الدولار ساين هنا، ان بعد العلامه الشرط اكبر من بكتب اللي على طول، واقول له ايكو بي ار الاول مثلا، او خليها على طول جنب بعض
بقول له ايه؟ رو الايه؟ النيم وبعد كده ايكو رو احنا كنا ايه؟ الايج؟ الايج اه خلاص؟ وبعد كده اطبع لي سطر جديد معايا. تعال نشوف كده الكود ده هيشتغل ولا لا؟ نشوف. نروح على صفحة الصفحة اسمها سايت ونعمل ريفرش. بدأ يطبع لك اي دي. طب عايزين نحسنه بقى. نقول له اي دي مسافة كده وبعد كده نقطة خد لي مسافة ما بينهم واطبع لي الجزء الثاني اللي بعده. في بين الـ بين الاي دي والرو ماشي هنشوفها دلوقتي. ونكتب هنا النيم مسافة نقطة وبعد كده خد لي مسافة ما بينهم فاضية ولازم اعمل ايه؟ نقطة هنا ولازم اروح هنا اقول له ايه؟ نقطة لان انا بجمع فاريبل عندي زائد ايه؟ نص واخر حاجة اقول له الايدج دوت رول ايدج وبعد كده اقول له نقطة خد لي مسافة بعدها وبعد كده اطبع لي ايه؟ سطر يعني هات لي كل صف لوحده وبين كل صف والتاني اعمل لي ايه؟ سطر وبين كل حقل داخل الصف اعمل لي مسافه. تعال نعمل هنا ريفرش. قال لك الاي دي 2 النيم ابراهيم 3 لان احنا كنا عملنا له ابديت لو تفتكر. الايج بيساوي كام؟ 25. الايج ده بس محتاج كده ايه عشان يبقى افضل. شايفين؟ ممكن بقى البيانات دي لا اعملها في جدول بقى تمام. اجي هنا اقول له ايه؟ يا اما اكتب له الجدول جوه الكوتيشن دي او اقفل الايه؟ البي اتش بي بتاعتي وكل صف هفتحه بالبي اتش بي وانهيه بايه؟ بالبي اتش بي سوري. شايفين؟ طيب وبين ده وده هعمل بقى تيبل. طبعا التيبل مش بيبقى جوه التكرار، التيبل لازم يبقى ايه؟ بره لان التكرار ده يبقى ايه؟ خلايا الجدول صح؟ هنبقى ناخدها مثال عملي مش عايزكم تتلخبطوا، انا كل اللي انا عايزكم دلوقتي تعرفوا كل ده هشرح تاني دلوقتي تمام. هنمشي خطوه خطوه دلوقتي. احنا عملنا ايه خطوه خطوه؟ انا عملت ملف اسمه كونفج دوت بي اتش بي. اول حاجه عملت السيشن ستار عشان ابدا السيشن عندي. بعد كده عملت ايه يا ايمن؟ ايمن ايوه صحصح معايا صحصح. عملت ايه بعد كده؟ بعد كده ريبورتنج والهيدر وبعد كده عملت الهيدر. بعد كده اديته الفاريبل اللي انا هتصل بيها بالقاعده وعملت اوبجكت اسمه دي بي فاتح لي قناه اتصال او هو الوسيط ما بينه وبين قاعده الايه؟ البيانات. معايا استاذ محمود؟ لغايه دلوقتي كده مفهوم؟ حد مش فاهم حاجه في الصفحه دي؟ طيب رحت عملت صفحه جديده اسمها سايت. قلت له انكلود وانس للايه؟ للكونفج يعني هات لي وفر لي الاوبجكت اللي اسمه الدي بي دي جوه الصفحه ديت. خلاص عندي كويري متغير اسمه كويري. لازم يبقى اسمه كويري؟ لا مش لازم اسمه اسمه كيو. مفيش مشكله وبعد كده هبعت له الكيو. المتغير ده شايل جمله اس كيو ال. مش احنا قلنا يا جماعه ان البي اتش بي هي الوسيط ما بينه وبين قاعده البيانات؟ بتاخد مني جمله الاس كيو ال كتبتها له اهي كيو كذا وراحت ودتها لقاعده البيانات. دي الميثود المسؤوله عن ارسال جمله الاس كيو ال اللي انا كتبتها لقاعده البيانات والناتج بتاعها بتحطه في اوبجكت تاني اسمه ايه؟ ريزلت. كل ده ثابت اهو زي ما هو في اي حاجه بنعملها بهذا الشكل. طيب عشان ابدا اتعامل مع البيانات او اعرض البيانات بقول له وايل متغير عندي اسمه ايه؟ رو. الرو ده بيساوي ايه بقى؟ الريزلت اللي جات لك دي هتهالي على هيئه ايه؟ اوبجكتس. فيتش او فيتش يعني ايه؟ اجلب او 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 هات. فيتش الحاجه يعني بتروح تجلب الحاجه او تجيب البيانات ماشي. ولازم اعمل القسمين بتوع الفيتش اوبجكت دول. اوقات كان ممكن تنساهم وتلاقي الكود بتاعك مش شغال. طول ما فيه صفوف بتجيلك داخل الريزلت دي شوف طالما مش قلنا وايل بيساوي طالما؟ طول ما في صفوف داخل الريزلت يعني هو دلوقتي جاب كل جاب كل الداتا اللي جوه التيبل اللي اسمه احمد وحطها في الايه؟ في الريزلت. وابدا اعمل لوب داخل الاوبجكت نفسه اللي هو الايه؟ الريزلت ده. طول ما في صفوف داخل الريزلت ده ابدا اعمل لي كذا وكذا وكذا وابدا اطبع. هنا الاي دي ده اسماء الحقول داخل الداتا بيس بي اتش بي ماي اد. يعني انا ليه انا كتبت اي دي ونيم؟ لان هو ده نفس الاسم اللي احنا عملناه. انا طبعا رحت اتصلت على داتا بيس اسمها تيست وعلى تيبل اسمه ايه؟ احمد. احمد ده جواه حقول اسمها ايه؟ اي دي ونيم وايج. يجب ان انت تكون عارف اسمها الحقول ايه؟ امال هتروح تجيب بيانات ازاي؟
تمام؟ بعد كده بقول له ايه؟ اطبع لي الرو الصف اللي انت واقف فيه. نتخيل كده ان الموضوع عباره عن ايه؟ ان في حاجه اسمها كيرسر داخل الداتابيز. كيرسر ده اللي هو المؤشر او السهم واقف فين. اول ما قلت له دي بي كون نيو ماي سكيل راح اتصلك بالقاعده وفضل كده مش واقف على حاجه، تمام؟ بعد كده اول ما قلت له الكيو بتساوي كويري سيلكت اي حاجه فروم احمد ونفذ لي الحاجه دي، راح ساب كل الجداول اللي في القاعده وراح على جدول اسمه احمد وخد كل البيانات بتاعته ووقف عليه، تمام؟ حطها لي فين؟ حطها لي في اوبجكت اسمه ايه؟ اسمه ريزلت. بعد كده هو واقف جوه الريزلت، واقف عند اول صف في الريزلت. انا بقول له بقى عشان اقول له للي بعد منه امشي للي بعد منه، بقول له وايل طالما الريزلت دي فيها صفوف ابدا امشي ما بينها زي الايه؟ الصفوف، وابدا هتهالي على هيئه اوبجكت واطبعها لي بهذا الايه؟ بهذا الشكل. الطباعه دي بقى ممكن بعد كده احطها في جدول، احطها بقى اللي هو ايه؟ عنوان المقاله، محتوى المقاله، عدد زيارات الموضوع، صوره الايه؟ المقاله. كل ده هناخده بطريقه ثانيه مفيش اي مشكله. الكود اللي هيتكرر معاك كل محاضره طول المحاضرات اللي جايه الكونفج ثابت مش هنغير فيه خالص، بغير فيه اسم الداتابيز. وبعد كده طب انا عايز اجيب حاجه من تيبل ثاني، تعالوا بقى نعمل حاجه على السريع كده، تيبل ثاني اسمه تيتشرز مثلا، عايز اروح اجيب البيانات اللي جوه ايه؟ تيتشرز ده. هقول له ايه بقى؟ انا بعد ما خلصت ده خلاص كده ارجع اقول له ايه؟ الكيو بتاعك متغير جديد بقى اسمه كويري برضو. انا عدت استخدام لان البي اتش بي ايه؟ ما بتتيح لي ان انا اعيد استخدام الفاريبل اكتر من مره، بيساوي المره دي ايه بقى؟ سيلكت اي حاجه فروم التيبل اسمه ايه؟ تيتشرز او تيتشر، حتى انا مش هحفظ اسمه زي ما هو كده، هاخده كوبي واروح احطه هنا، ما اشغلش دماغي. لا اسف ماشي مفيش مشكله. تمام. وبعد كده الريزلت بتساوي للكيو ده، شوف خدت الكود ايه؟ كوب بيست على طول اوتوماتيك بدون اي مشاكل. تمام. ده عامل لي علامه عشان انا ناسي ايه؟ سيمي كولون هنا. خلاص يعني دلوقتي راح ارى الكويري ده اللي هو جوه احمد وطبع لي بياناته، ورجع تاني راح ارى لي الحاجات اللي جوه التيتشرز وحطها لي جوه الايه؟ اخد الكود ده زي ما هو كده برضه احطه تاني هنا، مفيش فيه اي تغيير. شوف انا غيرت سطر واحد بس وهو ايه؟ جمله الايه؟ السيلكت. وبعد كده هغير الايه؟ الحقول ده، هل ده فيه اي دي؟ نخش كده على التيتشرز، عندك فيه اي دي ونيم وايدج، وخليها مثلا ايه؟ شيرست دي. تمام؟ اي دي ونيم وايدج، واقول له هنا ايه؟ ايكو نقطة رو، واكتب له اسم الفيلد بتاع الايه؟ الداتابيز. خليه كده من غير حتى اي مسافة بعدين، مفيش اي مشكلة. ماشي؟ تعالوا كده نعمل هنا ريفريش. تعالى نعمل فاصل ما بينهم عشان ما تتلخبطش، اقول له هنا ايكو اطبع لي بقى ايه؟ بي ار بي ار كمان بي ار عشان محدش يظهر. وبعد كده اعمل ريفريش بقى عندي، راح جاب لي بيانات الجدول اللي اسمه احمد، وبعد كده جاب لي بيانات الجدول اللي اسمه ايه؟ تيتشرز. واقدر اتعامل معاه. كل اللي انا قلته في الجزء الخاص بالداتا بيز ده هيتعاد مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره في كل مشروع احنا هنعمله، ولكن الكود الثابت بتاعك شوف انت بقى تاخد كوبي بيست، شوف اتعودنا ازاي. الكونفج ده في المحاضره اللي جايه هناخده زي ما هو، نحطه زي ما هو، بس هنغير اسم الداتا بيز بدل ما اسمها تيست هنسميها جيست بوك مثلا، وبعد كده هنبدا الكويري بغير بس في اسم الايه؟ الكويري. لكن ديت ثابته وايل دي ثابته زي ما هي، وجمله الطباعه بتتغير حسب اسماء الحقول اللي داخل الايه؟ الداتا بيز بتاعك. ها الدنيا بدات تنور. تمام. مراجعه سريعه دلوقتي احنا اشتقنا له سيلكت، في السيلكت اسم الجدول. طب انا مثلا لو هعمل عمليه اكتر من مره مش عايز اسم الجدول، ممكن اعمل متغير قبل يعني اسم الجدول اللي هو احمد. ممكن اقول له متغير وياخد اسم الجدول، بحيث لو هعمل اكتر من جدول اديهم متغيرات. ماشي، بس هتضطر تعمل فانكشن خاصه بكده بتاخد اللي تزود الكود، انت خليه سيمبل كده، كل ما كان الكود بتاعك سيمبل كل ما كان احسن. انا هنا في الكود ده بقى سيمبل وفي نفس الوقت بشتغل بنظام الايه؟ الاوبجكت اورينتد. المحاضره الجايه هبقى اجيب لكم مثال مكتوب بالنظام القديم ماي سكيل كونكت وازاي بيتعامل، ومثال الاوبجكت اورينتد. لاحظوا الاوبجكت اورينتد عدد السطور ايه؟ اتفضل ثواني بس، تلاحظوا انه في سطر واحد جاب لي البيانات وفي سطر واحد اتصل بقاعده البيانات، يعني سطرين راحوا اتصل بقاعده البيانات وجاب لي بيانات الجدول وحطها لي جوه اوبجكت، بقدر اعمل لوب جواه. تمام؟ اتفضل. يعني انا اقدر اعمل فايل بي اتش بي ده سايت، اقدر اضيف في الداتابيز؟ ما لسه احنا بدل ما كلمه سيلكت هنقول له ابديت.
ويروح هو يعدل. هقول له ابديت كذا فروم ابديت سيت كذا الحق لي سوا. هناخدها دي كلها في التعديلات بعد كده ان انت تحدث بيانات وير كذا، وبعد كده تقول له نفذ لي الكويري. بس بعد كده في جمله الابديت لما تقول له نفذ لي الكويري هيرجع لك ترو اور فولس. لو هو ترو معناه ان هو عمل ايه، هتقول له تم تحديث البيانات بنجاح. لو هو فولس بتقول له ايه، فشل تحديث البيانات. الجزء اللي انا شرحته ده فيه اي مشكله؟ كل الصفحه دي بالكامل هنعيد شرحها تاني، وهنعيد استخدام نفس الكود مره واثنين وثلاثه، ومش عايز تقلقه خالص، هيثبت وهتبقى بتعمله بطريقه تلقائيه من غير ما تفكر فيه. هو انت عرفت دالتين مهمين عندك، داله اسمها كويري او ميثود اسمها كويري، وميثود الثاني اسمها ايه؟ فيتش. ايه؟ فيتش اوبجكت. هو اللي احنا هنستعملهم طول المشاريع اللي بعد كده، ومفيش حاجه اكتر من كده. الديزاين بس اللي انت بتحط اليمين والشمال وفوق وتحت وخلاص. ماشي يا جماعه؟ ها يا جماعه، الداتا بيز سهل ولا صعب؟ ازاي اتصل بالداتا بيز؟ سهل ولا صعب؟ سطرين. دي بي بتساوي نيو اسم ماي سكيل اي، وبعد كده اديله الفاريبلز بتاعت الكونكشن، وبعد كده بقول له ايه؟ ان الريزلت بتساوي ايه؟ نفذ لي الكويري الفلاني. خلاص؟ في اي استفسارات في الجزء ده؟ طيب الملفات هتتبعت لكم، وميعادنا ان شاء الله تعالى يوم الايه؟ يوم الثلاث، ويا ريت نذاكر الجزء ده ونعمل ممارسه كتير على جمل الاس كيو ال، نلعب شويه في البيش ميعاد، نقعد كرييت بقى الداتا بيزس ونحذف في جداول وننشئ في جداول. وبعد كده ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا مع المشروع الثاني بتاعنا، هو مشروع سجل الزوار اللي احنا هنبدا نطبق فيه كل الحاجات اللي خدناها قبل كده زي السيشنز والحاجات دي، ويبقى عندي داتا بيز وناس تكتب حاجات معينه ونعمل فلتريشن للداتا ديت برضه، مفيش اي مشكله. يوم الثلاث ان شاء الله الساعه 5:30 هنبدا بتفتر الزوار باذن الله تعالى. في اي اسئله؟